بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى الطبراني وأبي يعلى بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من أحد من أبويك حي؟ فقال: أمي. فقال عليه الصلاة والسلام: فاسأل الله في برها، فإن أنت فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. هذا الحديث يبين لنا فضل بر الوالدين، وأن كثير من الناس قد يسعى إلى بعض العبادات من النوافل، يعني إنسان قد حج حجة الإسلام ويريد أن يحج مرة أخرى، أو يعتمر يكثر من العمرة، أو يخرج في الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذا الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، يعني أنا بحب إني جاهد ولكن لا أقدر، إما أنه لا يقدر بالبنية التي عنده، أو بالمال، لا يمتلك المال حتى يجاهد في سبيل الله. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على طريق سهل ولكنه عند الله عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل من أبويك أحد حي؟ في حد من أبويك حي؟ قال: أمي. فقال عليه الصلاة والسلام: فاسأل الله في برها، يعني اسأل الله واستعن بالله عز وجل على أن تكون بارا بها، فإن فعلت ذلك، يعني أحسنت إليها وفعلت ما ينبغي أن تفعله معها، فأجرك كأجر إنسان حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. سبحان الله، هذه من أعظم العبادات التي يعني تكون شاقة على النفس، الحج والعمرة والجهاد. فقارنها النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، فلذلك هناك باب وهو باب البر بالوالدين، إن فعله الإنسان فله من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر والثواب في الطاعات والأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.